يا مساء الترندات، أقول خليكم قريبين. هذا الإعلان إعلان تاريخي، إعلان صدمة لأول مرة بزيبارت. طبعا اليوم لما نتكلم عن زيبارت نتكلم عن شركة عريقة. زيبارت شركة أمريكية لها أكثر من 60 سنة، فقط في السعودية لهم الآن أكثر من 30 سنة معروفين. جاهزين تسمعون أقوى عرض؟ أنا أسميه مو أقوى عرض، أسميه أقوى ترند على التلميع الخارجي. العرض يقول لمع سيارتين ب599 ريال بس لأول مرة. هذا العرض بزيبارت، تلميع خارجي سيارتين ب599 ريال. متخيلين؟ يعني سيارتك وسيارة زوجتك، سيارتك وسيارة أختك، أي سيارتين. طيب لو حبيت أنا السيارة ألمعها مرتين، إيه نعم تعال لمعها، وعندك مفتوح إلين سنة تلمعها ثاني مرة. تتكلم عن تلميع زيبارت، يعني تتكلم عن الجودة في العمل، الجودة في المواد المستخدمة. بعد السنابة هذه راح أحط لكم بوست العرض، اعملوا له كابتشر. طبعا ما شاء الله تبارك الله فرعهم اللي بالقطيف مرة ضخم. خلينا الآن نستعرض لكم بعض الخدمات اللي عندهم. من خدماتهم المتميزين فيها النانو سيراميك. طبعا النانو سيراميك يركبونه على 3 طبقات، طبعا يتحمل حرارة 180 درجة، صلابة، لمعان، حماية إلى السيارة، وضمان كم؟ ضمان 4 سنوات. وهذه تجربة بسيطة نشوف الفرق، هذه الجهة بدون النانو وهذه بعد ما ركبنا النانو سيراميك. تعطيني فكرة أخوي؟ لاحظ هنا انسيابية الماء بحيث أنه ما يضل على اللي هو القطعة اللي محطوط عليها النانو سيراميك 3 طبقات، وهنا يمسك معاك الماء يكون سيابيته أقل من المعتاد. شايفين الفكرة كيف يا جماعة؟ من خدماتهم التضليل، ومعروف تضليل زيبارت يعطونك عليه ضمان 10 سنوات. شركة عريقة وتضليل من شركة أمريكية. وهذه أرضيات الدايموند، والله أنا أفكر أدخل سيارتي عندهم، بصراحة ما توقعت السعر كذا. يعني الأرضية حق السيارة كاملة شوفوا كم، 700 ريال، مع الشنطة ب750. السيارات الصغيرة والكبيرة مثل اليوكين اللي تجي 3 صفوف شوفوا كيف. وهذه الأنواع، حافظ لكم على أرضية السيارة ونظافة، وشوفوا الألوان تطلع شكل السيارة مرة حلو. حماية ضد الصدى، الآن مع دخول فصل الشتاء والأمطار فضروري جدا أن إحنا نحمي سيارتنا من الأسفل. طبعا البعض يفتكر أن الحماية تكون بالقار، لا، المادة اللي موجودة عند زيبارت مادة مطاطية عبارة عن طبقتين، طبقة شفافة وبعدها الطبقة السوداء، وسهلة جدا لما نجي نعمل صيانة، يعني موضوع الفك وكذا يكون مرة سهل. أيوة أخوي مصطفى تعطيني فكرة. هذه السيارة كاملة الحين عملنا لها حماية ضد الصدى بشكل كامل، طبعا يجي على كامل السيارة ما عدا الجير والماكينة والإكزوز. أها، وعملية الفك اللي قلناها تكون سهلة. هذه القصد، احنا عملية الفك في حال ان العميل حب يعمل صيانة للسيارة ما يحتاج انه مثلا ما راح يتعب في ازالة هذا البولت، بس بمجرد انه يفتح كامل المادة هذه راح تتقطع وتنفك. عشان هي مادة مطاطية وليست قار. شايفين كيف؟ كامل السيارة، وعلى فكرة السعر يعني ممتاز جدا جدا، ما توقعت كده. اوه ما شاء الله كامل السيارة هاي. وهذه هي المادة، مادة مطاطية. طبعا هذه البطانة اللي تشوفوها فكوها ورشوا ورجعوها، شوفوا كيف هذه المادة والله حلوة. هذه أعمال التضليل طبعاً متوفرة عندهم بجميع الدرجات. مثل ما قلت لكم المواد المستخدمة في التلميع والتنظيف مواد جودتها عالية وخاصة بزيبارت، وعليها طبعاً دراسات وأبحاث. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا هذه السيارة عملوا لها تضليل وعملوا لها حماية كامل السيارة، مادة البي بي اف. الله يبارك لهم فيها، ما شاء الله تبارك الله، جنن السيارة ما شاء الله تبارك الله. اخوي مصطفى هذه انعملت اليها سياره جميع الخدمات صحيح؟ صحيح، هذه عليها عنايه خارجيه اللي هي دايموند جلوس، مع الداخليه ترطيب للمقاعد يقلل امتصاص السوائل، وعندك يقتل البكتيريا والعفن اللي يكون داخل اللي هو الاسفنج. ان شاء الله استمتعتم معنا بالتغطيه. اذكركم بموقع زيبارت موجودين بالقطيف المجيديه شارع القدس قبل محطه البنزين وبجوار مكتبه الصفار، وفي عروض أخرى بحطها لكم بعد السنابة هذه.